أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعينا الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. وأخبار أصدقائي أولا سأبدأها بخليل إبراهيم جيهان، حيث اليوم تم تنزيل لقاء المنتظر له مع الصحفية المشهورة صبا على اليوتيوب. وفيما بعد أصدقائي سوف أنزل لكم اللقاء مترجم للعربية. المهم بعد تنزيل هذا اللقاء، المقدمة نزلت مقتطف من اللقاء لها مع خليل إبراهيم جيهان على حسابها الخاص الانستغرام، وقالت: لقد استمتعنا بدردشتنا مع الوسيم والناجح والأحلى في العالم خليل إبراهيم جيهان. كما أيضا أصدقائي عرض برنامج الحرب الباردة الذي شارك فيه خليل إبراهيم جيهان، وكما قلت لكم أنه برنامج للترفيه والضحك. كما أيضا أصدقائي خليل ظهر وهو رفقة يعني زملائه من وكالة أعماله بمانجيميت، وكان أيضا مدير أعماله معهم يعني إيصار، وواضح أنهم سيكونون موجودين في إيفنت لمجلة هلو تركيا في بودروم. وشارك خليل إبراهيم جيهان وأصدقائه العديد من الصور والفيديوهات وهم رفقة بعضهم البعض، وواضح أنهم مبسوطين جدا. كما أيضا أصدقائي يعني بعد الفيديو الذي نزلته الميك اب ارتيست الخاصة بشراب التوت البري والذي كانت تسخر فيه يعني وتتنمر من مجدي أوزمان تحت اسم الفكاهة فاروق ترغوت، أصدقائي في البداية نزل تدوينة فيما يخص هذا الأمر، وقال: بعد مشاركة الفيديو الذي نشرته ممثلتنا لم يكن المنشور الذي نشرته خبيرة المكياج الخاص بنا لم يكن لطيفا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وبعد ذلك أصدقائي تم تنزيل تصريح من الإنتاج، حيث تم فسخ عقد العمل مع إسراء خبيرة التجميل الخاص بالمسلسل بسبب يعني محاولتها إهانة مجدي أوزمان بمقطع فيديو. المهم البيان يقول: إلى انتباه الجمهور، بعد مشاركة الممثلة مجدي أوزمان الفيديو الأخير عن تجاربها، شاركت إسراء التي تعمل في فريق شراب التوت البري مقطع فيديو تحت اسم فكاهة على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبصفتنا شركة جولد فيلم تم إنهاء عقد عمل الإسراء من قبلنا بسبب هذا المنشور الذي يتعارض مع أخلاقيات العمل والقيم والأخلاقية لدينا، ويتم الإعلان عنه بكل احترام للجمهور. وبصراحة أصدقائي تستاهل، هذا هو ثمن السخرية من مشاكل الآخرين وألمهم. المهم بعد اتخاذ أصدقائي هذه الإجراءات من قبل فاروق تروت، نزلت إسراء العديد من مقاطع الفيديو السابقة لديها وقالت: انظروا إلى الفيديوهات السابقة من الأسبوع الماضي، هذه هي قصصي بالفعل، وأنا نزلت الفيديو بشكل عادي، والآن انظر يعني إلى أين وصل الموضوع. وقالت: انظروا هذا فيديو متشابه التقطته من حوالي شهرين، أنا أقول هذا يعني قبل أن تحكموا على الناس أو تعلقوا عليهم، يرجى التفكير مرة أخرى والبحث في قاع الموضوع، لأنه يعني بسيط جدا التعليق والإعدام، ربما تستخدمون العنف الذي ضدي دون أن تدركوا ذلك. والعديد أصدقائي من زملائها يعني منهم مقدمون برامج وصحفيين وغيرهم قالوا أنهم بلغوا في أنيا، وأن من يعرف إسراء يعرف أنها يستحيل أن تنوي شيئا مثل هذا، وقالوا دائما ندعم إسراء. المهم أصدقائي بعد تنزيل تصريح من شركة الإنتاج فيما يخص إسراء، العديد علقوا على فاروق ترغوت ويطالبون منها معاقبة فايزة لأن تصرفاتها وتصريحاتها عشوائية وتؤثر على الكاست، وقالوا أنها أداة سيلة ولم تتخذوا أي إجراء ضدها لماذا أنتم غير منصفين. وأيضا قالوا لفاروق تروت لماذا تتجاهل يعني معاقبة فايزة لأنها لم تحترم لا دوغان ولا سيلة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالوا كان يجب أن يتم طردها، لقد استغرقتم يعني وقتا طويلا في اتخاذ يعني إجراءات ضدها، إنها دائما تتحدث بالسوء عن زملائها في العمل، لماذا لا توجد عقوبات عليها؟ هل لمجرد أنها ابنة كاتبة السيناريو؟ وبصراحة أصدقائي الفانز معهم حق، يعني هو ما فعلته إسراء يعني مقرف للغاية، وإنهاء العقد معها أراه يعني قرار عادل ومعقول، لكن لا يجب أن تكون هذه العواقب أو القوانين مفروضة على أشخاص معينة، يجب على الجميع تحمل مسؤولية أفعالهم. ونتمنى من شركة الإنتاج
الذي يمثلها فاروق ترغوت اتخاذ إجراءات مماثلة ضد كل الأشخاص الذين يتصرفون بشكل غير لائق أو يتحدثون أو يتورطون في شؤون مضللة بغض النظر عن وضعهم ومكانتهم في التمثيل والروابط الأسرية، ولكن على ما يبدو أن هذا سيكون مجرد حلم. كما أيضا أصدقائي بيناز تعلقت على هذا الموضوع عندما نزلت بيرسين قرار فاروق ترغوت وقالت إنها مسألة حدود، شجادة لا تعرف حجمها يا للعار، يجب أن يكون هناك رد على هذا العار، لا ينبغي أن يتم ذلك على الهواء فقط. وعندها الحق أصدقائي، لأنه صح، إنها مسألة حدود، لأن في ناس لا تعرف حدودها للأسف، وإسراء تجاوزت الحدود. كما أيضا أصدقائي، سيرة ترك أغلو نزلت بعض الصور الخاصة بإعلان مجوهرات بندورة وقالت كل قطعة من المجوهرات هي انعكاس لروحنا الفريدة، مستوحاة من الأشكال العضوية للطبيعة. مجموعة بندورة الجديدة من بندورة تتغلغل في روحنا الفريدة وتحرر حواسنا في كل لحظة من اليوم، أشرق بنور الحب. وما شاء الله أصدقائي، سيرة ترك أغلو جميلة كالعادة، والمجوهرات جميلة أيضا، ولكن هي من تعطي الجمال أكثر للمجوهرات، وبجمالها تتحول إلى مجوهرات ثمينة. نتمنى لها التألق الدائم والنجاح إن شاء الله. وإلى هنا أصدقائي أصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله يتجدد في فيديو جديد. مع السلامة.